السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ السلسبيل. فيديو اليوم فيديو كان طلب مني كثيرا، كيفاش نعملو وطلبوه من الأخوات، كيفاش ينظموا لو موني تاعهم أسبوعيا، كيفاش الأكل تاعهم يكونوا عارفين اسم يطيبوا. بايزومبل كاين اللي الزوج تاعها يسوق لها بالأسبوع، تكون عارفة اسم يشري لها واسم طيب. هذه حاجة مليحة، ونكونوا هذه اورغانيزي، سوا اللي قاعده في الدار سوا اللي تخدم. وانا يبان لي اللي قاعده في الدار يخص تكون بليس اورغانيزي، لانها هي منها كل شيء، تعبي ولادها الكوليج، تجيب طيب، تغسل، تخمم في كل شيء. دونك اللي قاعده في الدار عندها خدمتها تكون الى تكون اورغانيزي بليس. هذه اللي راح نوصلها لكم. الحاجه اللي راح حابه نهضر لكم عليها في هذا الموني، انا كي سالت ولادي بايزوم سالتهم اسم تحبوا تاكلوا، حاجه اللي اجتمعوا عليها كامل طعام ولا الرشطه نهار الجمعه، هذه جمعوا عليها كامل. احنا خمسه تاع الناس، انا والزوج تاعي وعندي ثلاث دراري. كذلك اللي عندهم لو بلا بريفيري تاعهم سي الحريره، الحريره حبوها دو فوا بار سيمين. دونك الحاجه اللي يحبوها ولادكم، ان بلا يحبوه ولادكم، عملوه لهم دو فوا بار سيمين. وكاين الكبير صاصيتو واش تحب تاكل، قال لك نحب ناكل طاكوس كل يوم وكارن، ونقعدوا نعملوا غير طاكوس. طاكوس بصح الميزانيه تخرب. وكاين اللي يحب مرأة بزيت، وكاين اللي يحب مرأة بالبطاطا، كل واحد كيفاش. الى ان نعملوا لكل واحد خاطره. والحاجه ثاني كل الامهات اللي يعملوها البيض والجبن توجور في الثلاجه، هذوك رو السكر تاعنا. انا دي فوا نشري ان بلاطو تاع البيض يجيبه لي زوج تاعي باش نخدم الكاطو، نضرب عليه نصيبو كلاه لي. دونك البيض والفرماج هادو توجور في الثلاجه، هادو اللي يسلكونا. خطرات الواحد ما يحبش ياكل حاجه تصيبو داك البيض ولا هذه هي. نمشيو نشوفوا هذا الفيديو، ان شاء الله يا ربي تكونوا خرجتوا منه بأحلى افاده. ماشي شرط طيبوا كيما طيبت انا، راني نمد لكم كيفاش نورغانيزيو راسنا واش نحبوا ناكلوا. الحاجه اللي يحبوها عملوها، والحاجه اللي يحبوها لو بلا بريفير تاعهم باغزوم، كاين اللي يحب اللونتي العدس عملوه دو فوا بار سيمين. هذه هي اللي راني حابه نوصلها لكم، وان شاء الله كيما قلت تكونوا خرجتوا منه بافاده هذا الفيديو. وحاجه واحده اخرى نمدها لكم، هنا كاين وصفات ما رانيش حطيتهم في القناه، لكن الفيديو جاني طويل بزاف ما نجيبش نحطهم لكم اليوم، دونك نعملهم لكم بوحدهم في فيديوهات منفرده. نمشيو نشوفوا فيديو وفرجه ممتعه. وانا الاسبوع تاعي بديته معكم بالجمعه، كمسلمين نبداو الاسبوع تاعنا بالجمعه. الجمعه كامل الاسر الجزائريه ياكلوا يا الطعام يا الرشته. انا نعمل خطرات الطعام تاع البلوط مع الرشته، وخطرات نعمل غير الطعام تاع البلوط بوحدو. دونك الطعام تاع البلوط انا عملته على طريقتي، هما معروفين به ناس جيجل، لكن انا عملته على طريقتي ونحبوه بزاف. عملته بالخضر مرق اصفر. الوصفه ان شاء الله نحطها لكم بوحدها تاع هذا الطعام، نحطها لكم بوحدها لان الفيديو جا طويل بزاف. حنا الطعام ولا الرشته نعملوهم نهار الجمعه، بصح ما نتعشاوش بهم، ناكلوهم عاود نهار السبت الصباح. دونك عملت ان غراتان ولا ان بلا في الفور، عملت الباذنجان وعملت بالخضر اللي كانت باقيت لي تاع الطعام، كانت باقيت لي الكابويه الخضراء والزروديه، شويه تاع اللحم المفروم والبرانيه. البرانيه هادو كيما قلت لكم الواحد كيتسوق في الاسبوع يعرف كيفاش يمشي ديك الخضره اللي شراها. هكذا عملهم شرائح بالطول، هادو الشريحه نحطوها هكذا في صينيه وندهنوهم هكذا بالزيت بان بانسو، ونعملوهم في الفرن يدبالوا ونعاود نشوفوهم. دحيت الباذنجان تاعي ما تغفلوش عليها، دحيتها في الفرن باش تدبال. ونمشي نوجد الحشو تاعي، فنعمل مقلاه فيها 4 معالق تاع الزيت، ونقلي ديك البصل مع داك الفص تاع الثوم يدبلوا، نزيدوا الجزر والقرع الاخضر، كذلك نقليهم حشويه نغطيوهم نخليهم يدبالوا، ونعاود نضيفوا اللحم المفروم، الملح، فلفل اسود. وهنا التوابل يبقى اختياري، تحبوا تعملوا الحار تحبوا ثم ما تحبوا نشوفوهم فيما بعد. هذه هي الباذنجان تاعنا دبالت كما راكم تشوفوا، ما رددتناش الزيت بزاف. هنا الخضر تاعي كذلك طابت، ستلها حنا حزوج تاع المثلثات تاع الجبن غير راها تبان. الصلصه تاعي تاع المنزليه كذلك، تنجموا تعملوا اي صلصه. وهنا راني ماشي نعمل انا هنا تشكيله تاع، عندي هنا طوماط سوغيز قسمت الحبه على زوج، عندي قطع تاع الفلفل، زيتون اسود، بصل، الحاجه اللي تحبوا. نبداو هنا في الباذنجان تاعنا، ونحتاجوا لي بيك طبعا، نعملوا هكذا كروازي، نرفدوا شريحتين ونكروازيوهم، ونرفدوا القليل من الحشو. هنا الحشو كذلك يبدا اختيار، الحاجه اللي تحبوها عملوها، اللي ما تحبوهاش نقصوها. انا نحب نوكل ولادي الخضر بهذه الطريقه ونبلعوا. بلعوا هادو هكذا، ونعاود نبلعوا هادوك التحتانيين، وبهذاك البيك
نعملو باغيزومب انا نعمل هنا فيه طوماط هكذا، هكذا ونعملوهم في بلا تاع الكراتان، نستفوهم هكذا الوحده قدام الاخرى، ونعاود نعملو الصلصه. شوفوا البنات هنا تقدروا حتى تعملوا حتى القرع الاخضر، انا اعتمد اعتمدت باش نوري لكم نفس الطريقه مع القرع الاخضر. الان الصلصه تاع الطماطم نفرغوها هكذا وندحيوها في الفرن، كلشي راه طايب، غير تاخذ حل لون خفيف وتنشف ديك الشيء هذيك الصلصه، ونعاود نشوفوها ان شاء الله صحن التقديم. وانا تحبوا تخليوها هكذا، تحبوا تعملوا كيفيز شويه تاع الكوده، قلت لكم انا دائما نستعمل الكوده في الكراتان تاعي، في البيتزا، في كلشي هذاك، والفرماج المحبب عند العائله. وهذا هو الكراتان تاعنا واجد، انا رافقته مع داك الطبق تاع الارز اللبناني، راني عاملته في القناه اللي يجي بالفيرميسال والروز فقط. اذا كان عندكم شي بويون تاع اي مرق كان باقي لكم تصفيوه وتزيدوه، سينو عملوا هذوك الماجيكو، ولا عملوا كنور، ولا عملوا يجي مليح بزاف. وزدت زينته هنا بشويه تاع البصل هذاك اونيون فخيت، ورافقته كان عندي شويه تاع الدجاج، عملت دي بروشيت تاع الدجاج مع شويه تاع الخضر القليل من الدجاج كان عندي، غير باش هكذا تزينوا البلا وتقدموه تقديم راقي، وهكذا حتى واحد ما يكون عنده حجه باش ما ياكلش. طول الموند طابل. واليوم ان شاء الله نحضروا مرقه بالبسباس، تجي شابه بزاف هذه المرقه، هي فيها نحتاجوا في هذا طبعا هذه المرقه البسباس، انا شريت انا حل الكيلو ورطل، نوريكم كيفاش نقيوه، ساهل هو، نحيو له هذا، خاصه المبتدئات مال النساء اللي مدارين يعرفوا كيفاش هو، يجي سلطه، يجي مرقه، يجي كي تعملوه مع الطعام، تعملوه بزاف صوالح، لكن جربوه بهذه الطريقه يجي بنين بزاف. نغسلو ونقطعو كيما راكم تشوفوا هذا دوار دوار، هكذا نغسلو ونعاود نقطعو. ها هو داك كيفاش قطعته، كحزلكم هكذا. دونك نحتاجوا اللحم، اللحم هنا تعملوا دجاج، تعملوا لحم، ما كاش عندكم عملوا حتى بلا لحم، يجي الشباب، يجي ما شاء الله. اللي ما كاش عندكم اللحم غير جربوه بلا لحم. نحتاجوا امبول تاع الحمص، حبه كبيره تاع طوماطيش ولا زوج صغار، حوالي 4 حبات تاع البصل، هكذا قطعتهم الى اجنحه هكذا دي لامين. نحتاجوا طبعا مرقه تاع تلمسان، يكون فيها دائما مرقه صفراء فيها ملح، فلفل اسود، حنا نعيطوا للتفاوه هنا فلفل ابيض، زعفران، وعود تاع القرفه، هذه هي الزيت. طبعا نبداو على بركة الله. هنا في لاكوكوت نعمل حل 3 معالق ولا تاع الزيت، نزيدو داك اللحم، قلت هنا لما كانش عندكم اللحم استغناو على اللحم. نعملو البصل هنا غير قيمة حبة، ما نعملوهاش كامل ديك البصل اللي قطعناها، نزيدو ديك الحبة تاع الطوماطيش، ونزيدو الحمص، ونزيدو ملح، فلفل أبيض أو تفاوه، ونزيدو زعفران، ونخليوها تقلى مليح مليح. هنا فلا كان عندكم الوقت غيقليو الاخر تاعكم المرقات تاعكم غيقليهم يجيو بنان بزاف. طبعا نخليوها تتقلى مليح مليح، ونعاود نمرقو بالماء ساخن، تكونوا مجدين الماء سخون، مرقو وبلعو عليها. بعد ما يطيب لنا الحمص واللحم نص طياب، نعاود نحلو لاكوكوط، نرميو البسباس ونرميو البصله، ونعاود نبلعو عليها، نخليوها طيب. الخبز هذا المنفوخ السوري يجي شباب بزاف، تنجمو ترافقوه في كل الاطباق نتاعكم، الوصفه نعملها لكم بوحدها ان شاء الله في فيديو منفرد. وهكذا كان المنيو تاعنا تاع يوم السبت، انا عملت مرقه بالبسباس بالحمص، وعملت هذاك الخبز المنفوخ، وعملت فلفل نورمال، فلفل عادي تاع تلمسان اللي نطيبوه. واليوم ان شاء الله نعملو مرق بالجلبان، ولا كيما حنا نسميوه هنا في تلمسان المختر. نحتاجو في هذا الوصفه كميه تاع اللحم، انا نستعمل اللحم الغنمي، كتجمو تستعملو حتى الدجاج. البصل هنا 4 ولا 5 تاع البصلات قطعناهم هكذا اون لامير، زوج حبات تاع الطماطم، توابل، حنا دائما المرق الاصفر فيه هاد التلت توابل،
زعفران، ملح، فلفل ابيض هنا وتفاوح نسميوه في المسان. هنا الجلبان تاع المجمد كان عندي انا هنا نخبي هنا دائما هكذا في القاروره تاع بلاستيك، وزدت شريت يعمل 27 ميل، شريت هكذا كيلو على بركه الله. نعملوا الزيت ونبداو. ودائما نقلي زيت اللحم، بصلاقي مسح الحبه، طوماطيش، ملح، فلفل اسود وزعفران، نقلي مليح مليح. كي تتقلى نضيف الماء الساخن ونخلي اللحم يوصل نص طياب، يطيب نص طياب. بعد نرمي الجلبان، جلبان نكون غسلته مليح، نرميه هو والبصله ونخليهم يطيبوا. طيبنا داك اللحم وداك الجلبان، ننقص انا شويه ليا انا ما ناكلش البيض، ونعمل البيض. البيض هنا على حساب افراد العائله، تحبوا تعملوا 6، تحبوا تعملوا 5، تحبوا تخليه واحد 5 مينوت اي وسط تطفيو عليها ويكون عندنا المختار واجد. وهذا هو الجلبان تاعنا حاضر اليوم، وهذه هي اليوم كانت ماكلتنا، الجلبان مع شويه سلطه تاع الخير بالطوماطيش، البطيخ وخبيز، وهذه هي. وكل نهار وبركته. واليوم ان شاء الله نعملوا الحريره، راني مشي نعمل الحريره. الحريره كنت عملتها معكم شحال من مره، الحريره التلمسانيه، لكن على طريقتي. عملت هنا زوج حبات تاع البصل، حبه تاع طوماطيش، هنا حط ثلاثه ولا تاع زروديه جزر، حبه تاع البطاطا باقه هنا، اكدوا على القزبر، القزبر الكرافس حنا نعملو. عملت الملح طبعا، وحط زوج معالق ولا ثلاثه تاع الزيت. نزيدوا التوابل الاخرى هنا، بيسكو عملت غير طوماطيشه وحده، نعمل ثلاثه هكذا معمرين تاع الطماطم مصبره. كانت عندكم طماطم بالاخر كافيه سي با لابين، استغنوا على هذه الطماطم المصبره، هي تعطي هذيك الحموضيه وكذلك تعطي هذاك اللون الاحمر، تجي شابه بالطماطم المصبره، وحتى الطماطيش الحيه تجي مليحه. نعمل انا معلقه صغيره تاع الكرويه في هذه الكميه، انا نعمل كوكوط كبيره. شوفوا غير انا ولادي يحبوا بزاف الحريره، نعملها دو فوا في لا سيمين. ما نش نكمل لكم التوابل نعاود نهضروا. معلقه صغيره تاع الزنجبيل، وهنا راس الحانوت معلقه كبيره. انا راه عندي خليط، عندي راس الحانوت شريته من مغنيه، وراس الحانوت شريته من هنا، شوفوا اللون مختلفين. دونك عملت معلقه صغيره من هذا ومعلقه صغيره من هذا، ثم في المجموع عملوا معلقه كبيره. في هذه الكميه راه عندي كوكوط انا هنا، ونعمل انا هذه نعملها اقتصاديه بلا لحم، لكن عندكم اللحمه عملوا. هي الحريره حبها لحم البقري. انا نمشي نعمل زوج هادو ماجيكو، كاين اللي ما يحبش هذه يقول لك ما فيها مواد مسرطنه، هذه تاع الكبش تاع الخروف. انا نعمل زوج كيما نعملش اللحم، تسمعني ما تقول لك جري جري عليا الحريره بلا لحم. اسكن نعملوا اقترح الوصفه اقتصاديه. قلت لكم شوفوا اي حاجه ولادكم يكونوا يحبوها، بلا يكون عندهم بريفير ويكونوا يحبوه، دخلوه في المينيو تاع الاسبوع. وماذا بكم تعملوه مرتين ولا شو؟ انا الحريره عندي مرتين في الاسبوع ياكلوها ولادي. شوفوا هنا البنات، الا كان عندكم الوقت حطوها تتقلى، وخليوها حتى على نار هادئه، وخليوها حتى تطلق ديك الريحه تاع الحريره. انا دائما اكد لكم على هذه حتى تغبق الدار. ولا ما كانش عندكم الوقت كيما انا اليوم، مباشره نعملوا لها الماء سخون، ماء مغلي، نعملت البويوه وعملوها على النار طيب الطيب، نحيوا لها داك الحشيش كيطيب. نار عندنا حنا غير الخضر، لا كان عندكم اللحم. وكذلك اللي محبين اللي يحبوا الحمص يعملوا الحمص، انا ما نعملوش في الحريره ولادي ما يحبوش. ولا الفول اليابس تجي مليحه 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 بزاف بالفول اليابس. وهذا هو البنات اللي ما يعرفوش الخميره تاع التلمسه اللي نغليو بها الماء والفرينه، وتعملوها هكذا ما تعملوهاش ثقيله بزاف. وانا توجور عندي هذه في الثلاجه، دونك نغلي دروك نرفدها مبول، واللي يبقى لي نزيد عليه الفرينه والماء ونعاود نحيها في الثلاجه باش تجي فيها هذيك الحموضيه. هذه دائما خدمه. نطحن هذيك الخميره ونعاود نطحن الخضره تاعي، نحيو الحشيش. ولا كنتو عاملين اللحم نحيو اللحم. انا كي عندي فوا كي نعمل الحمص نطحن حتى الحمص، مي كاين اللي يحبوا الحمص في الحريره هكاك باين. اي ونخليوها نزيدو نقدروا لها نزيدو لها الماء ونغليو. نعمل انا بول هذيك تاع ديك الخميره، نعمل لها بول ونخليوها تعرفوها بلي طابت من تريد ما تقعدش تفيض. في الاول كي ترميو هذيك الخميره نقصوا الغاز باش ما تفيض لكمش على الغاز، وقعدوا تحركوا. واليوم عملت خبز تقليدي بالسميد المتوسط، الوصفه ان شاء الله نحطها لكم منفرده فيديو اخر. وهذا هو المنيو تاع اليوم، حريره. شوفوا كيفاش جات شابه، جات خفيفه، مرها بين يديكم ان شاء الله، وتشتهوها في الجنه.
انا الحريره كي نعملها لولادي نعمل معاها يا لي فخيت يا لي كروكات هكذا تاع البطاطا، لي كروكات تاع البطاطا ولا لي كروكات تاع الغي. وعملت لهم سلطه، سلطه خيار، سلطه خضراء بالطماطم، وزينتها بازهار من الجزر طبعا. والخبز نتاعنا راهي شهي، شوفوا كيفاش جا، عملته بالسانوج وهذا جا هشيش، تاكلوه غير بوحدو. هذه هي بالنسبه للموني تاع اليوم. اليوم ان شاء الله نعملوا اللفت، المرقه باللفت، المرقه باللفت هنا هنا في تلمسان نعملوها حمراء. دونك باش ما نطولش عليكم الفيديو، قطعه تاع اللحم عملت حل 5 تاع الفصوص ولا 6 تاع الثوم، حل حبه تاع الطوماطيش قطعتها على 4، معلقه صغيره تاع الفلفل الاحمر، نص معلقه صغيره تاع الفلفل الاسود، والملح والزيت طبعا حتى 3 معالق كبار. نزيد هكذا بول تاع الحمص ونرمي اللفت تاعي، وانا نرميها برد في برد، نعمل عليها الماء ونعملوها طيب ونشوفوها ان شاء الله بعد ما طيب. والاخر والوصفات كلهم راهم عندي في القناه، انا غير باش نعمل لكم هكذا كيفاش تعملوا تنظموا الاسبوع تاعكم في الاكل. نعملها طيب ونشوفوها ان شاء الله بعد ما طيب. هذا هو المنيو تاعنا تاع اليوم، كان اللفت مرقه حمراء، اللفت العربيه او اللفت المره، عملت حميص وعملت سلطه، سلطه بالخيار، زينتها بالطماطم والبيض مسلوق. وبالنسبه لليوم عملت شويه محمر وزدت عملت شويه تاع لي فخيت ورشيتو بهذوك لي فخيت. انا تقدروا تزيدوا تزينوا بشويه تاع معدنوس والبصل يجي بنين بزاف. خبز المطلوع اليوم والسلطه، سلطه خس مع شويه تاع الطماطم، شويه تاع الجزر في الوسط مع شويه تاع المايونيز، والجزر توجور عملته على شكل زهره. هذه بالنسبه للموني تاع اليوم. والخميس نعمل الفطور غير نسلك، راني ماشي نعمل السفه، نعيط لها انا السفه الملكيه او السفه المحمصه، تجي شابه بزاف، فطور خفيف باش العشاء نعمل عشاء مليح، لان الخميس اخر الاسبوع ويكونوا الولاد ما يقراوش. الغدا هكذا نجتمعوا في المائده، ماذا بيا تكون العشاء مليح، هذيك هي العشاء نعملوا حاجه مليحه. والفطور غير سلكته. هو كان فطورنا اليوم السفه هذه مع اللبن والعنب. نتمنى ان شاء الله الاقتراح تاع اليوم يكون عجبكم. واليوم الاخير في الاسبوع كانت هذه هي عشاتنا. كما قلت لكم الحريره انا عندي زوج خطرات في الاسبوع، هذه حريره عملت بيتزا وساندويتش. الوصفات دوك نحطهم لكم في القناه، وكاين اللي راني عملتهم ديجا. هذه كانت ماشي ما كانتش في البروغرام، مي جاب لي زوج تاعي الحوت، عملت هكذا خبيزات وعملت عليهم خبيزات تاع الحوت بالرز، وهذا هذه كذلك راني حطيتها في القناه. كانت عندي صلصه خفيفه عملتها فوقها، عملت كروكات تاع الرز، عملت الفلفل هكذا مقلي والسلطه مشكله. هذه هي بالنسبه للعشاء تاع اخر يوم في الاسبوع. لكم الواحد انا في نهار الخميس نعمل عشاء مليحه، الفطور نسلك ونعمل عشاء مليحه. سينو حتى عملت مرقه ولا نعاود نزيد معها حاجه. وانا اون جينيرال دو فوا بار سيمان الحريره، خطرات نعمل شربه، خطرات نعمل شربه فريك، مي خصها هكذا ينسوب. وصلت معكم لاخر الفيديو، وهذا هو الفيديو اللي كنتو طلبتوه مني. نكون ان شاء الله، نتمنى ان شاء الله نكون فدتكم ولو بالقليل، وباقتراح هكذا غير تنظموا راسكم وتعملوا كل نهار واش تعملوا فيه، باش هكذا حتى الفطور باش كي تنوضوا تحضروا الفطور تاعكم ولا العشاء يجيكم كلشي ساهل كي تكونوا عارفين، ماشي تقعد عاد تخمو واش تعملوا واش تعملوا. والحاجه اللي يحبوها بولادكم كيما اقترحت عليكم اعملوها دو فوا باغ سيمين. هذه هي، نتمنى ان شاء الله الفيديو تاع اليوم يكون عجبكم، ونشكركم على المتابعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الى فيديو قادم ان شاء الله. سلام.